كلش. السلام عليكم. ايه شوي نعمل هيك تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيفك اخي مراد؟ الحمد لله، انت كيف حالك اخويا؟ بعرفكم على شركه مرحبا للشحن الدولي من اسطنبول للجزائر الحديده و48 ولايه. اليوم بدنا نساله نحن عن طريقه الشحن بدون السفر الى اسطنبول ومع السفر الى اسطنبول والاسعار والحجم. تمام وطريقه فتح الكود. رح نسال اول سؤال وتجميع البضاعة كمان ومدة تسليمها وعن طريق شو؟ عن طريق البحر طبعا. مرحبا مراد، كيفك؟ الحمد لله. هون مدير مكتب شحن مرحبا. قديش حجم الكرتونة عندكم؟ حجم الكرتونة 90 على 60 على 50 طبعا. تخزن أطمش اللي طبعا 90 طول قصده، ايفت، والارتفاع 60، ايفت، والعرض 50. هي حجم إيبت. الشوالي يعني الكرتونه، كرتوني كرتونه مال شوالي، هن بيقولوا الجزائري شوالي. الشوالي بغير شيء، كيس يعني بوشيت. تمام ما نختلف عليها. ومده تجميع البضاعه قديش اخي؟ من الاثنين الى يوم الخميس. اثنين الى يوم الخميس عمو. بس للجماعه كم يوم مده الوصول؟ مدة الوصول على الجزائر من 8 أيام حتى 12 يوم. نحن ليش عم نأكد عليه؟ مو من وقت ما بيسلم المكتب تنشحن البضاعة، مدة التجميع 4 أيام بالمكتب ويومين إرسالها إلى الميناء، صح؟ صح. بعدين ببلش بقى الشحن، هو أسبوع تجميع و12 يوم شحن، مشان ما حدا يحسبها على المكتب إنه من مدة تسليم المكتب، لأنه كتير أخطاء يوعوا فيها الأخوة الجزائرية. لا، البضاعة الساعة تكون جاهزة هوني، سلمني إياها مثلا الأربعاء الخميس، الباخرة تروح من هوني إلى من الجزائر على يوم الأحد. طبعا. يعني مدة وصول على الجزائر ممكن 8 أيام، ممكن 10 أيام، ممكن 12 يوم. نحن نقول 12 يوم. هذا 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 حسب اتفاقي أنا مع الزبون. أنا قال الزبون 12 يوم. 12 يوم عمو. 12 يوم. إيفيت. تمام. سعر الشوالة قديش؟ سعر الشوالة 1,500,000، الكرتونة 1,800,000 من دون فاتورة. أنا ما أريد فاتورة من الزبون. قلنا حبيبنا شو الفرق بين الشوالة والكرتونة؟ عمو الشوالة هذه ما تحمل مثلا حقائب وأياقة بشناطي وغيره، هاد شوالة البنطلون بيجامة نسوية غيره، هي مشان تفهم. تمام. الكرتونة تحمل كل شيء. تمام مشان يبين لكم. هل نحن بنسحب الرابط نحن؟ صح. وبنعطيكم اياه وقت بدكم تسألوا أي سؤال، بنعطيكم رقم التليفون ما في مشكلة. أرقامنا هوني موجودة. في كم زبون ما يسافر على تركيا، نحن نأمن له كل شيء، يحط فلوسه بالجزائر، نحن هوني نعطي مثلا تاجر مثل حاتم هذا، حاتم مثلا تكون عنده طلبية، تجيب لي البضاعة هوني أستلم الفلوس، يعني سلم واستلم، هذا شغلنا. أنا ما يجوز أعطي لحاتم فلوس ما بدي نستلم بضاعة، يجيب لي ساعة بضاعة هوني أعطي له فلوس. تمام. الفلوس ساعة تحولها من زبون الجزائر على تركيا حيظل في مكتبنا. تمام. حتى وما في ما في محجوزة طبي طبعا، يعني حتى ما يكون في بيع وشراء بين تاجر، الفلوس راح تظل بالمكتب. يعني انت رقيب وحسيب طبعا مثل الملاك. الحمد لله. كم زبون يحول معنا فلوس من دون ما يعرفنا. يحول معنا فلوس وماشي الحال والحمد لله، لانه عندكم مكتب هون ومكتب الجزائر. طب طريقه فتح الكود يا اخ مراد؟ طريقه فتح الكود، هذا الزبون ساعة يعطيني اسمه، لقبه، رقم هاتفه والسكن الخاص فيه هوني. أنا مثلا أبعث الجزائر أقول فلان ابن فلان رقم تليفونه والمدينة الساكن فيها، ساعة تدخل بضاعة على الجزائر يدق له بالتليفون يقول له فلان بضاعتك صار جاهزة تعال وديها. إذا كان الزبون بعيد مثلا يبعث له إياها عن النقل الداخلي، هو يدفع النقل الداخلي. طبعا. من الجزائر العاصمة لبقية المدن. تمام. لما بيشتري على التليفون قديش بيوفر يا أخ مراد؟ عمو يوفر الطيارة، يوفر الفندق، يوفر كم من يعني كم من مصاريف فيها، هذا كله يوفر إياهم. تمام. شو بدنا نسألك؟ طبعا بالنسبة للأحذية والشنط والألبسة بدون فاتورة. بدون فاتورة، ما أنا ماري فاتورة، ماري فاتورة. طبعا والتحويل أنت من الجزائر لهون، بس يجي على اسطنبول ما في داعي للتحويل، مصاري هو يحملهم بإيده، هو حر الزبون. صح. كيف بده يشتري من الأتراك أو من أي شركة عن طريق الكود؟ يشرح لهم إياها كيف هي. طبعا الكود هذا رقم سري، رقم خاص بالزبون هذا. ساعة مثلا أعطي الزبون مثلا كود 10-55 مثلا 10-40، هذا كود خاص بالزبون. هذا الكود هذا تمام. لما بيفوت عن تاجر تركي ما بيعرف يحكي انجليزي ولا فرنسي ولا عربي، هذا التركي شو بيقول له اول كلمه؟ يقول له اعطيني كودك، شو اسم الشركه وشو اسم الشركه. طبعا يعني هذا الفائده من الكود، يوفر عليكم الكلام، هو عباره عن باب للتجاره، هو الكود هو مفتاح، مفتاح للتجاره ورقم. صح. وعنوان الشركه، وعنوان الشركه حتى ما تضيع البضاعه. صح. نحن عم نأكد لكم من خلال الفيديو لأنه هي ننسأل عليها آلاف المرات هي الأسئلة. تمام. أي معلومات أي خدمة نحن هوني، أهلا وسهلا.
بعدين يعطيكم حاتم ارقام الهواتف الخاصه فينا. اذا ما فيكم تكلمونا من الجزائر في واتساب، فايبر، ايمو، اهلا وسهلا، نحن في الخدمه الحمد لله. فيكم تشتركوا معنا على اليوتيوب، تضغطوا الزر الاحمر وتقرعوا الجرس عشان يجيكم الفيديوهات دائما. نحن نكتب هذا الفيديو، تركيا بين ايديكم، اسعار الشحن الى الجزائر. تمام الحمد لله. فينا تعليقات، ومعكم اخونا ناصر عمو ناصر الدين، ناصر مدير الشركه، مستقبل الاداره الفواتير. حكينا كم كلمه فرنسي. Vous êtes les bienvenus, chers confrères algériens. Vous trouverez une grande hospitalité. يعني ضيافة وحسن استقبال إن شاء الله. تمام. أسعار جيدة وسلعكم إن شاء الله مضمونة معنا. يعني طبعاً هاي الشركة عنوانها للالي جنب بريد التركي البي تي تي. أنا بحكي عربي، هو بيحكي فرنسي، ما في مشكلة، أنا ما لي علاقة بالفرنسي. إنجليزي عربي تركي سكن فيوك. تمام. هيك يمشي الحال. تمام. هاي البضايع اللي هون. هاي البضاعة هوني. هاي الشركة. هذا معكم بنيامين. هذا بنيامين معكم. اتكلم اتكلم بنيامين. تركي. وش قال لي؟ فيديو. اتكلم فيديو. مرحبا أنا بنيامين. وش قال لي؟ تركي. ايش اقول؟